أرقام موزعة سجلتها محاكم البصرة عن عدد حالات الطلاق وضعت المحافظة في الترتيب الثاني بعد العاصمة بغداد. خلال آيار الماضي بلغ العدد أكثر من 790 حالة بحسب إحصائية مجلس القضاء الأعلى، ليدق المختصون ناقوس الخطر. هاي الإحصائيات اللي قدمت، هاي حالات الطلاق والتفريق اللي موجودة رسميا من المحكمة، أكو أضعافها هي طلاق خارج المحكمة أمام الشيوخ اللي يعقدون الزواج، يصير زواج وطلاق ناقص، لا يسجل الزواج بالمحكمة ولا يسجل الطلاق بالمحكمة. أسباب عديدة أدت إلى انفجار ظاهرة الطلاق في الآونة الأخيرة، والتكنولوجيا في مرمى الاتهام، بل يعصب برأسها السبب الأكثر شيوعاً، فالهاتف النقال أصبح مصيدة الزوجين للوقوع في فخ الخيانة. زوج وزوجة، هو يقول خانتني، شنو سبب الخيانة؟ أكو كاتبة في تليفونها القرايبة، أنا ما أعرف شلون أحكي وشلون أتكلم من أشوفك، ها هي سوا خيانة وريد يطلقها. أكثر حالات طلاق يقول أنا شفتها خانتي بالتليفون. أشوف هذا الموبايل دخل لعنة على العراق، مو التكنولوجيا يعني. ومع أنه أبغض الحلال عند الله، فإن باحثين في الشأن الاجتماعي يرون في الانفصال حلا أخيرا لإنقاذ بعض الأسر من العلاقات الشديدة الاضطراب بين الزوجين. أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، هو حلال وأفضل، ماكو مشاكل وأفضل بالود أن تنتهي الطلاق بالاتفاق. بس المشكلة أنت من تكون عندك أولاد، مو فقط زواج، هاي مسؤوليات، النفقة منو راح يقوم بيها، هي قضية مو سهل. ليش قلت لك هو عقد من عقود الله؟ ورغم القلق المتنامي من ارتفاع نسب الطلاق بشكل لافت، فإن المعالجات ما زالت قاصرة لهذه الأزمة التي تهدد تماسك الأسرة فضلا عن المجتمع. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.